مرحبا، تحياتي. حنحكي عن شو نسوي بعد العمليات لمشاكل انحناءات العمود الفقري الجانبي السكوليوسيز او التشوهات الخلقية اللي بتصير في العمود الفقري. خلينا نسمع لابن عمي ودالي الرسالة وبعدين حجاوب على السؤال. السلام عليكم، شو اخبارك دكتور محمود؟ ان شاء الله بخير. اللهم صل على سيدنا محمد. بجوز انت بتعرفني طبعا، في عندي انا وجيز في عمود الفقري كان بالولادة معي، وعملت عملية بس على كبر على 25 سنة في المقاصد، والعملية طبعا ما ادت الى التصحيح الكامل، يعني تقويم العمود الفقري. عملت عملية سكوليوسيز فما قومت العمود الفقري 100%، عدلت شوي منه ولكن ضل يعني لسه الحالي يعني بدها يعني بدها علاج ان امكن ان شاء الله. فانا لما جيت هنا على امريكا رحت على دكاتره من جديد، رحت على دكتورين، والدكتورين قالوا لي انه ما في مجال نعمل لك عمليه، هذا هو. هاي مشكلتنا كلنا، انه بنحاول نبحث على الحلول اللي مش موجودة وبنتعلق في قشة. المهم بديش اطيل عليكم في الحكي تاعه، بس انه ملخصة الحديث انه دكتورين قالوا لي ما بدك عملية وبدك بس علاج طبيعي وتمارين. هلا احنا ما اقتنعنا في الدكتورين هدول، وسمعنا واحد تاني 15 سنة خبرة ومش عارف ايش، وهذا اخصائي بيعمل عمليات بعد العمليات، يعني انه ممكن يصحح العمود الفقري تاعي بعد ما حكوا لي في امريكا انه لا ما بدك عملية، بدنا نشوف اخصائيين تانيين. يعني طول بالنا او تفكيرنا رايح فقط للعمليات، للصور، للعمل الجراحي، وهو نفس الجراحين بيقولوا لكم يا عمي ما في عمل جراحي، علاجكم مش عندي، علاجكم في العلاج الطبيعي، التأهيل الطبيعي. هلا اي مشاكل كنا لكم في العمود الفقري، اذا في عند الاخ الكريم هون اللي هو ابن عمي طبعا من فلسطين بس ساكن في امريكا، عنده شيء خلقي فعمل عمليتين ثلاثة عمليات تقويم للعمود الفقري بحيث انه الانحناء هذا يخف. العملية وصلت له مرحلة افضل طبعا، وصار في عندنا تثبيت اكثر للانحناءات هذه، وصار عندنا توقيف للانحناء، لانه الانحناء اذا ما تزبط بصير يزيد مع العمر. فبعد العملية هلا بيكون كل شيء مثبت، في براغي، في بلاتين في العمود الفقري، موصلين العمود الفقري لأفضل مرحلة ممكن نقدر نوصلها من ناحية جراحية. هلا بعد الجراحة طبعا الشخص لازم يمر في العلاج الطبيعي، هو هذا العلاج المتبقي اللي ممكن يحاول يرجع كل شيء لوضعه الطبيعي بقدر ما نقدر، لحسن حظنا انه العظام فيها درجة ليونة بسيطة بس موجودة في العظام والخلايا العظمية، يعني ممكن نزيحها، ممكن نحركها، ممكن نصححها. طبعا العضلات والأنسجة الثانية والأربطة والغضاريف هذه كلها يسهل ان نحركها ونعدلها، بس العظام كمان مش صعب بس بيكون بشكل بسيط. هلا افضل الرياضات عشان نصحح العمود الفقري ونحافظ على قوامه، اول شيء السباحة، المياه والسباحة والمياه موجودة، المسابح موجودة، البحار موجودة، هاي افضل رياضة. يعني انا اذا لو عندي مشكلة زي الاخ الكريم، انا بحط لحالي برنامج 3 ايام في الاسبوع اروح اسبح لمدة ساعة ساعتين، اقضيها سباحة في البحر او في بركة او في شيء، لانه هذا هو العلاج، هلا السباحة هتحرك كل العضلات، عضلات الايدين وعضلات العمود الفقري وعضلات الرجلين،
هتحرك العمود الفقري بحركات التوائية كويسة اللي هي بدها اياها العمود الفقري، وحتكون الحركات هذه والتمارين هاي مع السباحة مع المياه سهلة، وفيش اي ضغط على المفاصل ولا على الديسكات، يعني حيكون في ليونة اكتر في العضلات. وشوفوا المنافع اللي حتاخدوها كمان في تليين القفص الصدري اللي هو اكتر شيء بنتفع من موضوع رياضة السباحة، القفص الصدري. واي مشكلة في انحناء العمود الفقري من وراء بيأثر على وضع القفص الصدري، فبصير انحناء في القفص الصدري كمان، كلة سعة رئوية، وهذا بيؤدي لفقدان كمية من الاكسجين، ما بنقدر نطلع ثاني اكسيد الكربون، وهيك بنحصل على كل الفوائد هذه بس من السباحة. الشغلة الثانية المهمة المشي، الحركة، الهرولة، المشي مرة مرتين في اليوم هذا أفضل تمرين. احنا لما نمشي إجر طالعة وإجر نازلة، إجر طالعة وإجر نازلة، هذا بيحرك جسمنا كله لحد الدماغ، يعني كل العضلات الجانبية سواء على اليمين أو على الشمال للعمود الفقري بتتحرك، انقباض انبساط، انقباض انبساط، وإحنا نمشي انقباض انبساط، يعني في حركة متتالية، حركة صعودا نزولا، حركات التوائية في فقرات العمود الفقري، في الأكتاف، في الرقبة. بس هلأ شو احسن مشي؟ احسن مشي المشي العسكرية، احسن مشي لما نبقى رافعين راسنا، احسن مشي لما نكون نهرول شوية، احسن مشي لما نكون لابسين اواعي هيك مريحة، لابسين احذية مريحة، احسن مشي لما نمشي على الشط مثلا، على الرمل حافين القدمين، احسن مشي لما نتنفس هواء كويس واحنا نمشي، هيك هيك لما نكون رافعين راسنا احنا ما في مجال الا ناخذ هواء كويس، بس لازم نضلنا رافعين راسنا، لانه اذا حنينا راسنا ومشينا واحنا حانيين هذا حيزيد الانحناء، حيزيد الانحناء، وهذا حيسبب في تمزقات اكثر والام اكثر في منطقه الظهر اذا حنينا حالنا. بس اذا رفعنا راسنا وخلينا ركبتنا مرفوعه اهم شيء في هالحالة هذا حيساعد كتير. الشغلات التانية اللي حتساعد طبعا المساج، المساج بالزيوت هذه يا اخي، زيت زيتون على اقل ما فيها، واعملوا مساج لبعض، اعملوا مساج لاطفالكم على ظهرهم على صدرهم، حطوا هالزيوت هذه، ما بدها واحد، هاي صناعة مش صناعة صواريخ هذه، ولا شغلة صعبة ولا فيها خطورة، انك حط شوية زيت على الظهر وتلين هالعضلات وتلين عضلات الاكتاف شوي شوي، حركات عجن بسيطة لعضلات الظهر لتليينها لترطيبها لتحسين ادائها لتخفيف حدة الالم. المنطقة الصدرية لازم كمان تندهن تتمسج، كل العضلات هاي اللي بتكون مشدودة كتير لازم تتمسج كل يوم، اذا واحد محتاج كل يوم قبل موضوع النوم يدهن حاله ومسج حاله، واحد تاني يساعده، ساعدوا بعض ولفوا حالكم شي دافي وروحوا ناموا. الشغلة التالتة كمان التمارين، التمارين اللي احنا بنسويها اليدوية البيتية اللي بنفرجيكم اياها، تمارين الاستقامة سواء لورا سواء على الجهة، نحن حالنا بجهات متواصلة في انحناءات متواصلة للرقبة، اكثر تمارين لازم نعملها اللي هي هاي لفوق، نوضع الرقبة في وضعية الاكستنشن، الرقبة والظهر، نحط ايدينا على كتفنا شوي شوي، هذه نعيدها 4-5 مرات في اليوم، هاي الحركات البسيطة، انه نخلي في ليونة قد ما نقدر في جسمنا، ان شاء الله في الهيبس تاعنا او في الحوض او في الرجلين من تحت او في الايدين او في الرقبة، الليونة لازم تكون موجودة على اساس تخفف من اثار التحدد اللي موجود في منطقة معينة. مثلا انا عندي الم في منطقة الصدرية في العمود الفقري وحطيت بلاتين في المنطقة الصدرية مثلا، في ثبتت فقرتين ثلاثة في المنطقة الصدرية، طيب اذا هاي المنطقة خلاص مش متحركة، حيصير فيها تصلبات وحيصير فيها عملية بناء مع بعض، حتلزق الفقرات مع بعض. في هاي الحالة لما احط تثبيت لانه ما في حركة للغضاريف بين الفقرات. هلا مش معنى هذا الحكي ان لازم في هاي الحالة الين اي شيء فوق التثبيت، يعني منطقة الرقبة هاي كلها لازم الينها مزبوط، الاكتاف لازم الينهم في حركات طبيعية عادية للمفصل الكتف،
العمود الفقري من تحت لازم اعمل له التمارين هذه، لازم احركه، لازم الين المنطقه المناطق السفليه والعلويه في التمارين وفي السباحه وفي المشي وفي الحركات وفي هذه الامور كله. يعني هذا هو العلاج باختصار على الملأ، لانه كثير ناس اذا بذهنكم انكم العمليه هي الحل، العمليه يا عمي مش هي الحل، الحل بعد العمليه، دوركم انتو قد ما تقدروا تسووا ل الوصول لافضل وضع ممكن في الشفاء، افضل وضع ممكن اوصل له. مش يعني الحكي هذا اذا بعمل التمرين وبرد عليك يا دكتور برجع مستقيم 100%، مش ما ترجع مستقيم، عندك مشاكل كبيره وتثبيتات وما بترجع، بس اقل ما فيها حتروح الالام، حترفع راسك شويه، حتضلك مستقيم شويه احسن من الاول، وكل ما عملت الحركات هاي حتشعر تحسن كامل في قامتك وفي جسمك وفي الامك وفي المشاكل هذه. بس ريحوا لي راسكم شويه، وبدال التفكير والبحث عن القشة المفقودة هاي اللي بدكم تتعلقوا فيها، روحوا بلشوا اتمرنوا وبلشوا اعملوا الحركات وما ضيعوا وقتكم ولا مصاريكم في شغلات اللي عن جد ما بتجيب فايتة. والدكاترة الفهمانين بيقولوا لكم الحكي هذا، وعشان هيك ما بتردوش عليهم، بتزعلوا لما يحكوا لكم الحكي هذا، لانكم بدكم واحد يعطيكم امل كاذب، ولا واحد دكتور بيفهم بعطيكم الامل الكاذب هذا اللي ببسطكم. انتو بدكم حدا بس داري ويحكي لكم شو اللي بدكم تسمعوه، وبتضيعوا مصاريكم وبتضيعوا جهدكم وبتسوء حالتكم على الفاضي، لانه اخذتوا قرار غلط بسبب نفسيتنا السيئه اللي بدها تتعلق في اي شيء سهل، حبتي حبوب، ابره، عمليه، مش عارف ايش. وصناع القرار نفسهم واكبر الدكاتره نفسهم بيقول لك يا عمي حلك مش عندي، خلص انا عملت العمليه، روع داركم واعمل اللي بيقول لك عليها الدكتور في الشغلات الطبيعيه البيتيه وانتهى الموضوع، وما نوجع راسنا في هذه المشاكل المستعصيه. شكرا لكم، تحياتي.